بهلا وقت اليوم رح نحكي مع دانيا دبيبو عن موضوع الأرق أو القلق بالليل أو يمكن قلة النوم. أهلا وسهلا فيك دانيا، صباح الخير. صباح النور. في كتير ناس بيقولوا أنا بقلق، أنا ما بقدر نايم، أنا راسي ما بيفضى، أنا ما بقدر أطفي راسي. يعني هيك كلمات بنسمعها. ويعني في بعض الناس بيقولوا أنه بس فوت تنام ببلش راسي يفكر وهي ما بقدر سكره. أكيد هي مشكلة كبيرة بتأثر على كتير مشاكل بنفسيتنا. مزبوط. إذا كنا ما مننام صح. مزبوط. النوم غذاء هيدا. 100%. خلينا نبلش هيك نعرف الأرق. يعني شو يعني واحد مثلا قدي لازم يكون بينام تما يكون بيقلق؟ أو شو أسباب مثلا الأرق؟ هلأ شوفي، في ناس بيفكروا أنه الأرق بس هو أنه ما عم بقدر إخفى. بس هي لا، هو يا أما بيطول ليخفى، يا أما بينام مقطش بفيق كتير بالليل وعنده صعوبة كمان يرجع ينام، يا أما بفيق كتير بكير. وهيدي مشكلة شائعة، يعني لما عملوا دراسات حول العالم من 10% ل 40% هيدي المشكلة موجودة عند الناس. 2 من أصل 5 كأنه كتراني بتكتر بفترات معينة. مثل الفترة مثلا يلي بنقطع فيها بأزمات. الناس ما بعود فيها يعني تعيش بطريقة طبيعية، النوم طبيعي، الأكتيفيتي طبيعية. هلأ كتير زايدة لأن الناس على أعصابها. الأرق في نوعين، يعني هلأ في ناس يعني بس يكون عندهم شيء بطلوا يناموا، يعني إذا صار معهم شيء بدايق مثلا أو عندهم تاني يوم شيء مشروع بدك تصوري حلقة وما راكبة مزبوط، عنده واحد امتحان، بصير راسه هالقد مشغول بتقطع هولي مثلا يمكن يوم ليلة ليلتين بتقطع. بس إمتى بتصير مزعجة؟ لما بتصير خلص نمط طويل، يعني بالأشهر وممكن تمتد لسنين. سو هيدي عوارضها كتير مزعجة، لأن يعني تاني يوم الواحد لما ما عم بيكون نايم منيح بالليل بصير في هيدا التعب الجسدي، بيقل تركيزه، المود أكتر شيء، المزاج يعني بصير معكر. في ناس كتير بتتوتر وبتصير عندها هيك فورات غضب مثلا، قل التركيز، الانتاجية بالشغل أو بالحياة اليومية كمان كتير بتخف وبتتعرقل. بتصير في ناس بتصير عند تعمل كتير أخطاء يعني أو حوادث، خاصة للناس يعني اللي شغلهم دقيق، يعني طب ما في تركيز، بيبقى كل الوقت عم بيفكر أنا تعبان، أنا بدي نام، إمتى حروح على البيت لنام. سو بتصير عن جد عم بتضره هيدي الشغلة، غير إنه بتودي لكتير مشاكل صحية إذا صارت على مدى طويل. صح. كتير نعم. سو هيدي يعني لازم إنه الواحد يزبطها شوي، ومن الإشياء اللي نسبيا تزبط. إذا الواحد غيرها بتزبط إذا عرف شو يعمل. بس خلينا نحكي على أسبابها. أول شيء في ناس اللايف ستايل تاعهم منه كتير منيح. يعني في ناس بتجي لعندي مثلا بيقولوا لي عندي أرق، دي بتشرب قهوة بالنهار؟ بسألهم اللي 10 فناجين بس يعني. طب هيدا على أعصابه كل الوقت. صحيح. المنبهات اللي بناخدها، إذا التدخين مثلا، أي هولي الدرينكس الريد بول وما بعرف شو، هولي كلهم بيخلوا للواحد عنده هالجهاز العصبي المتوتر اللي بتقله. أكتر من نص الحالات ماجي اللي عندهم مشاكل أرق عندهم قصص نفسية من تحتها، يعني يا بيكون عندهم مشاكل قلق، تفكير زايد، يا اكتئاب، يا اضطراب ما بعد الصدمة. يعني هولي مرات الأرق بيكون بس عارض من مشاكل تانية اللي لازم نحل المشاكل التانية لحتى يزبط هيدا الأرق، أو بالأساليب اللي هلأ حقول عنها. بتعرفي في أدوية تعمل أرق ما بيعود الواحد بيخفى منها، في أدوية ضغط، في أدوية اللي بيصدوا الشهية، في أدوية الغدة، في حتى أدوية مضادة للاكتئاب بتعمل. في مشاكل صحية بتعمل أرق، مثل الرجال اللي عندهم سليب أبنيا، هيدول اللي ما بيقدروا يتنفسوا بالليل منيح، بيقطع نفسهم أو اللي بيشخر كتير، هيدا إيه يعني هولي ما عم بيقدروا. في ناس كمان عندهم أوجاع مزمنة اللي بتخليهم كل الوقت كمان عم يعني من وجعهم ما قادرين يناموا. سو في كمان حتى ما نقول سن اليأس، المينوبوز أو لما بتنقطع الدورة عند الست كمان ممكن، يعني منشان هيك بيقولوا ستات أكتر عرضة لمشاكل القلق. الشيخوخة
يعني كل ما يكبر الواحد بالعمر بصير كمان عم بفوت على التواليت كتير بالليل, انه كمان مقطش مقطش وبينام اقل, سو كمان عم بتزيد. في ناس طبيعة شغلهم ماجي ما بتخليهم يكون عندهم هيك الساعة البيولوجية منتظمة, انه بالنهار بنشتغل بالليل بننام. في ناس مجبورين بالليل يكونوا سهرانين, مثل النرسات الدكاترة اللي بيشتغلوا بالأمن, يعني هول اللي عندهم بالليل شغل ملخبط كل نظام نومهم. نحن عنا ساعة بيولوجية, هيدي كيف بتعوديها انت بتصير. في ناس طبيعة شغلهم كمان تخليهم يسافروا, يعني صح. اللي بيروح عبر الوقت وكمان بتخربط هالساعة البيولوجية. سو أسبابها كتير متنوعة, إذا الواحد بيقدر يقفر شو أسبابها بصير أهين عليه عالجها. طيب أي متى منقول مثلا نحن قدي ساعات النوم الكافية, خليني أسأل تا نقول إنه نحن نوم كافي, هل بيختلف من شخص لشخص؟ هلأ بتعرفي في ناس كتير عندهم اعتقاد إنه أنا لازم نام 7-8 ساعات. ايه صح, هيدي معروفة بس ما دايما مزبوطة ماجي. كل جسم بتكفي عدد ساعات معين. في ناس ساعة بالليل إذا ناموا بتحسيهم ماشي حالهم, نيالهم لأن عم ننام نحن تلت سنين عمرنا صحيح. عم قضيها نوم. بس إنه في ناس 4 ساعات بتكفيهم, في ناس لا بدها إياها هالثمان ساعات هالتسع ساعات وقال تاني يوم مكركب. سو ما يعتل هم الواحد إذا ما عم بينام 7-8 ساعات, حسب شو حاجته. إذا عم بحس حاله إنه تاني يوم أدائه منيح ما عم بيتزمر من إنه عم بينام قليل, مش الحال يخليه مثل ما هو. إذا لا عم بحس بعوارض وكركبة ولا يتنفس وانتاجيته عم تتأثر, لا يجرب ينام بده يبلش أكيد ينام أكتر ويشوف كيف بده يلاقي هالحل. طيب كيف بده واحد يلاقي هالحل, خصوصا أيوة. أنه قلت أنه الأرق هو كمان وقت واحد بيطول لينام مثلا. مثلا أنا عندي وقت طويل لأقدر أخفى مثلا, بس إذا خفيت خلاص خفيت, بس كل يوم يعني وكأنه عادي ما بقدر اخفى بوقت سريع مثل بعض الناس بيقولوا بحط راسي على المخدة بروح غافل. يالون ايه. طب شو عملتي انت مثلا, شو الحلول تاعتك؟ انا كنت اتعب من هالشي وما اقدر نام نوم كافي, تاني نهار اضطر نام بالنهار مثلا. ايوه هلا بس بطلت نام بالنهار صار عندي عمليه النوم اسهل واسرع, لانه جسمي بيكون تعب وبده نوم. وهيدي كثير ناس بيوقعوا فيها, انه لان ما عم بيناموا منيح بالليل بصيروا بيحتاروا امتى بدهم ياخذوا هالقيلوله. صح, اللي ساعتين مرات بتكون, وهيدي خلص عم يرجعوا بيفوتوا فيها. اكيد بتاثر على النوم بالليل. ايه نحن بنقول يعني في شيء اسمه باور ناب, هيدي اذا الواحد كثير تعب نام اسها 10 دقائق ل20 دقيقة قبل ما تفوت بمرحلة النوم العميق. لأن بس يفوت الواحد بمرحلة النوم العميق بس يفيق منه, بفيق بعده بده ينام وبفيق بعده تعبان. سو إذا كان اضطر الواحد يعني مرق بليلة اللي ما نام فيها, ما يجرب ما ياخد هيدي القيلولة الطويلة كتير, لأنه خلص بتسحب معه كمان هيطول ليخفى وتاني يوم بده يرجع يتكركب. سو 10 دقائق, إذا بيحط 10 دقائق وعن جد يقوم من بعدها, لأن في ناس بيعيروا الألام إذا بطفوه بيكملوا نايمين. سو هيدي ما بتكون عم بتساعد حاله. هلا في ناس هن اللايف ستايل اللي عاملينه منه منيح اللي بيودي للقلق. سو اول شيء منقول اذا هي قصه عادات يعني عم بيعملها الواحد, خليه يظبط عاداته, بمعنى انه يعمل نظام لامتى بفيق وامتى بينام يومي. حتى بالويك اند اذا في ضلوا عم بينام بنفس الوقت, لايك الساعه 11 من في الساعه 6:30, خلينا ما انه بالويك اند في الساعه 10. طب ما هيدي ما حيقدر ينام تاني يوم الساعه 11 التنين يعني ترجع. إيه؟ سو خليه الواحد يكون منتظم امتى بينام وامتى بفيق منشان هيدي الساعه البيولوجيه تزبط. تاني شيء دائما بنقول استعمل التخت بس للنوم مش لشيء تاني. مثلا في ناس بسمعهم انا انه ما بقدر نايم الا ما احضر تلفزيون, ما بخفى الا على التلفزيون, وبصير هالوقت الطويل على التلفزيون من فيلم لفيلم اكيد بيقوت النوم. هيدا كتير ضرر, لان الراس ما عم بيعرف انه التخت للنوم. التخت للتي في للاكل, لشي ناس بياكلوا وبيشربوا بيدرسوا بيشتغلوا بيقعدوا على السوشيال ميديا,
الدنيا كلها بالتخت. اللي عنده مشكلة أرق منقول له أبدا ما تروح على التخت إلا لا تكون نعسان وما تساوي شيء بالتخت غير النوم، لحتى بس هالراس ينحط على المخدة دغري تيجي. أنا هلأ صار لازم نام، نحن راسنا بيفهم كتير طبعاً. إيه بيعمل كتير أسوشيشن. التالت شيء منقول إنه الواحد إذا فات لينام مرق 10 دقايق وما عم بيخفى قوم لازم يخد. لازم يقوم لازم يقوم يعمل نشاط كتير بيزهق كتير بيرخي، يعني ما يحط فيلم ثريلر أو بخوف ويقعد يحضره إنه ناطر ينام، هيدا عم تتنبه. الأفضل يكون عم بيعمل بيقرأ مثلا، يسمع موسيقى، يعمل إشياء اللي هيك بتريحه حتى ما يرجع وما يرجع يفوت غير إذا كتير حس إنه نعسان خلاص إنه هلأ طفى، ويخلي الإضاءة بالبيت كتير نايصة. بعرف وحدة صارت تحط عوينات الشمس بالبيت إنه عتمة، بدك تساعدي حالك أنت إنه هلأ وقت نوم. بنقول كمان إنه ما يشربوا هول المنبهات القهوة الشاي والكذا قبل بست ساعات من وقت النوم، يوقفوا القهوة بعد الظهر 3-4 بعد الظهر خلاص يوقفوها. إذا بيعملوا رياضة بالنهار بيكون جسمهم عرفتي تعب شوي، سو هيدا بيساعدهم. سو في هول الإشياء العادات كتير منيحة يخلقوها، وفي تقنيات اللي ممكن تساعدهم وهولي أنا بحبهم كتير، هيدي بتفيد الكل اللي نوع من تمارين يعني واحد بيصير معود عليها. شو فيكي تعملي حتى أنه تساعدي حالك تخفي؟ مثلا إذا أنت يعني بتعرفي يمكن ماجي أنت ما كنت عم بتنامي لأن راسك مشغول بكتير شغلات، في أفكار بتكون عم تجي أوف بكرة بدي ساوي هيك، لازم أحكي فلان، لازم أعمل كذا، سو بيصير عندك يهون هولي كلهم مثل هواجس اللي بتطولي لحتى تقدر تخفي لأن الأفكار متسارعة براسك. هيدا منقول أنه يعني الواحد إذا بينظمهم على الورق قبل ما ينام، بكرة عندي هيك يحطهم خلاص بيريح راسه. يعني هالراس بيرتاح. إيه إذا سمعتي حالك عم تحكي حالك، لأن إحنا قبل ما ننام يكون في هالأفكار مرات بنسمعها عم نحكيها نحن بصوتنا، سو نبطئ هيدا الصوت. هيدي كتير بحب أنا، ويمكن في ناس تضحك عليها، بس إنه بدل ما أقول يا الله ما عم نام بدي أخفى بكرة عندي كذا، هلأ حنام بسرعة أنا هلأ، يعني بطئ صوتي عرفتي بدل ما يكون متسارع وبكرة عندي كتير شغلات بدي ساويها هيك، أنا هلأ عم برتاح هلأ عم بخفى. وصير ركز على نفسي، هيدا التنفس البطيء اللي دايما بحكي فيه بيعمل أعجوبة إيه؟ لأن أنت إذا بتستبدلي هالأفكار أنه بدل ما عم فكر شو عندي بكرة صير فكر بنفسي أنا وبينتظم هو بس تنامي، بتصيري إذا عم بتركزي أنت على نفسي كيف عم بيفوت النفس وكيف عم يظهر إيه؟ كأنك ركزتي حتى أفكارك على هالوقت على هاللحظة بالذات. مزبوط، وقفت الأفكار هوليك هلأ وكل ما يشطح تفكيري أنا كثير بتمرن عليه هالتمرين إيه؟ وبتعرفي لتساعدي حالك تضل تفكيرك مع النفس، عادي تخيلي رياتك كيف بس تاخدي النفس عم بيكبروا رياتك، كيف بس تطلع النفس بيصغروا. يعني بدنا نشغل هيدا التفكير بشي نشاط اللي كتير بيروقنا، النفس كتير منيح. أو نتخيل حالنا قاعدين بمحل مريح، يمكن تحت شجرة وعم بقرأ كتاب وهالهوى عم بيلفح بوجهي وعم بتطلع على جمال لبنان مثلا، على الشجرات، على هالبيوت اللي من تحت، أو روح على ذكرى كنت فيها على البحر، شط البحر مثلا. هولي كتير إشياء بتخلينا نروح، إذا نط تفكيري على شو بدي ساوي بكرة بدي أرجع لهيدا المحل. وفي يعني تقنية كمان اللي بتعمل كتير فرق عند الأشخاص خاصة اللي عندهم هيدي المشكلة طولت كتير، نحن جسمنا عنده إيقاع، كل شيء جواتنا في إيقاع، بتعرف القلب لما بدأ طبعا في إيقاع معين، لما بتكوني أنت موترة وما عم بتنامي وبلشتي عم تعتلي هم أنه ما عم بتنامي بنصير منقول يعني أوكي خليه يتسطح الواحد ويعمل إيقاع هيك مثل الساعة، كيف الساعة هيدي اللي عم بتسمعيها هيدي التايمر، يعني بتكون عم تعمل تيك 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 تيك، ناخد نفس ونحن وعم نعملها هيك ونحن ومسطحين، وصير بطئ بعد دقيقة صير بطئ الإيقاع،
جسمي ما هو بيصير، ما انت اذا بتسمعي دقه اذا نعم. انت كنت من النوع الموسيقي ما بتصيري بتعملي هيك كمان صحيح تسمع الموسيقى إيه؟ بطيئه او سريعه إيه؟ تمشي مع الايقاع الموسيقى القويه هيك بتخليكي تتحمسي، الموسيقى الرايقه بتخليكي تروقي. سو انت اعملي ايقاع بجسمك بل شيء سريع، كوني عم تتنفسي وبعدين بطئي اعملي هيك 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 هيك. يعني اغلب الناس اللي بيصيروا بيعملوها هاي قد بياخد وقت مثلا يعني دقائق، ما بيضلوا الواحد عرفتي عم بيقلب من ميلي لميلي من ميلي لميلي. سو هولي يعني اذا الواحد بس بينتبه على تفكيره على شو عم بيعمل كتير بتساعده. نعم. في كمان تقنية كتير بحبها أنا اللي يعني بالإنجليزي نحن منقول I'm falling asleep، عم بوقع بالنوم. هذه ما كتار بيعرفوها، بس إنه فينا نحن نتخيل حالنا إنه أنا عم بنط بشي هيك بير عميق أسود وفي تحت شبكة هتحميني لما أنزل. سو بصير بتخيل حالي إني عم شك وعم بنزل بسويد سويد سويد، خلي حالي انا اقشط من يعني من حاله وعي إيه؟ لحالي لحاله يعني انه انا عم بروح على حاله تانية من اللاوعي اللي هي النوم. وانزل انزل انزل هيك بسويد كله براسنا دانيا، كله براسنا يعني هيدا هو الراس. مشان هيك الناس بعض الاوقات بيقولوا راسي ما بينطفي افكاري موجوده. يعني هو كل شيء بايدنا وكيف بنقدر نتحكم براسنا وافكارنا بهالتقنيات الصغيره البسيطه صغيره بس. وبتعرفي يعني كثير مهم الواحد يضله عم بيشتغل على هيدا تفكيره. في ناس للاسف بيلجأوا كثير لحبوب حبوب بدي اقول لك يعني خلص بيصير في ادمان على هالموضوع، ما بقدر نام بلا هالحبه ما بتزبط. وهولي كمان يعني كترتهم ما بتسوى، وبصير الواحد بدل الحبه مع الوقت بيتعود جسمه عليها بصير بده حبتين صحيح. وخلص بصير في اتكاليه. الابحاث بتشير انه اللي بيتغلبوا على النوم من الطرق هولي اللي عم نحكي عنهم، تنظيم حياتهم تنظيم عوايدهم تنظيم شو عم يعملوا قبل ما يناموا، هولي يعني نتائجهم اسرع من الناس اللي عم تتكل بس على الحبوب. إيه؟ في بديل للحبوب يا عمي خلينا نستعمله صحيح. بشو فينا نعمل نحن وبطرق تفكيرنا. يمكن انت اكثر حدا دانيا بيعاني من هالشيء، لان في ناس بتجي لعندك مدمنه صارت إيه؟ على هالحبوب حتى يعني بيتغير نمط حياتهم كله، حتى يعني صحتهم الجسديه بتتاثر. وقديش صعب واحد يكون مدمن على هالحبوب ترجع تطلعيه بهالتقنيه. مزبوط. لازم يبلش فيهم قبل ما يوصل يصير ديبندنت من هالقصص. اكزاكتلي. هلا الحبوب مرات في ناس بتاخدها اذا قاطع عليهم شيء ظرف ايه وما بيعرفوا هول الشغلات. يعني بيمرق الواحد مره لا سمح الله اذا حدا سمع صحيح. خبريه ممنيحه او شيء ممكن يلجا لحبه. هلا في ناس بتستعمل اعشاب ادويه اعشاب انه ماشي الحال. في الميلاتونين هيدا اللي للناس اللي عندها هيدي قصه الجيت لاك لما بيسافروا عبر المحيط وبيتغير بياخذوا هول الميلاتونين. هول منهم كثير عليهم ضرر، بس انه اذا الواحد بيصير بيعود حاله على اشياء هيك انه شو ممكن انا نمط حياة انا بعمله يعني ايه؟ انا هو بايدي ايه؟ وقد ايه حلو واحد يكون هالقصص بايده مش متكل فيها على مزبوط. حدا هو بيقدر يعملها. هلا اذا عملوا هول التغييرات يعني وبحس الواحد انه بعده ما عم يوصل لنتيجه النوم، هون منقول انه خلص روح عند مختص. يمكن لازم نكتشف شو في هي مشكله يمكن ايه؟ اكبر من هيك. يمكن تكون شيء من الادويه اللي عم ياخذها غير الدواء يعني. صحيح. اذا شيء نفسي يعني نتيجه صدمه نتيجه اكتئاب يا عمي خلينا نبحثه هيدا نطلعه نشتغل عليه لحتى تروح. وفي كتير سليب لابز ماجي يعني بالمستشفيات عند الحكمة مرات بيعطوكي هيك اشياء تصيري تعملي انت يعني مراقبه لحالك. كيف عم بتنامي امتى عم بتفيقي شو امتى المراحل النوم اللي بتفوتي فيها. في ناس حتى بتروح على المستشفى بتنام ليله بالمستشفى 100% إيه؟ سو هون بيقدروا يعرفوا اكثر يعني شو اللي عم بصير لحتى يقدروا يعالجوا.
منشوف نحن هيدا الجيل الجديد، بتعرفي انت اولادك يمكن بيعملوا اوفر نايت مرات كمان، انه ما بننام لحتى ندرس، عندي هيدا نوي بلانش مثلا وبينبسطوا فيها هيدا. ايه انه طيب كثير بنقول لهم يا حبيباتي ناموا منيح قبل ما قوم بكير ودرس، إيه؟ افضل من انك تخسر او يا عم اعملوا نظام الدرس، لانه ادائهم بيتاثر لما ما يكونوا نايمين كل الليل. هلا في الدراسات بتقول انه هن بيفكروا حالهم عملوا منيح، انه اوكي لا بكلته، بس هو عاده لو بيكونوا ناموا اكثر بيعمل احسن، بيعملوا احسن. ايه سو هيدا النوم كثير مهم، يا ريت الواحد ينتبه عليه زبطه بهول الطرق لحتى ما يأثر على حياته. إيه؟ كلها هيدي بالمختصر قدي النوم مهم لانتاجيتنا لراسنا يوعى صح، وهيدا شيء كتير حلو بهالتقنيات دانيا انه هالشي بايدنا، في شيء صعب عليه ابدا من اللي قلتوا؟ ما في شيء ابدا صعب. ابدا إيه؟ وهم نعرف ننظم هيدا الموضوع ونركز عليه يعني، ونتعود انه نصير نعملهم، لانه بتعرفي لما بتتعودي انت كي شو تعملي لحتى تنامي، اذا عم بتظبطي هالعادات او عم تعملي هيك هيدا التركيز على النفس، واذا ما عم بتنامي قومي ما تضلوا بالتخت، هم كثير عجبتني قومي بالتخت لانه هيدا الصراع بيصير لوقت اطول بالتخت وما بعود نقدر بصير الواحد عم الواحد معصب يعني من حاله. شكرا دانيا دبيبو على هالمعلومات، بنشوفك الاربعاء الجاي ان شاء الله.